فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولو تتبعنا ما في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم مع ما دل عليه كتاب الله لطال. نعم، لو تتبع، يقول الشيخ رحمه الله، هو من بداية الكتاب إلى هذا الموضع، وهو يسرد النصوص الواردة في الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم، ثم في النهاية يعتذر ويقول: لو تتبعت هذا لطال. فدل على أن عنده خزينة مملوءة بالعلم من كتاب الله وسنة رسوله والآثار وأقوال أهل العلم، لكنه خشي أن يمل القارئ، خشي أن يمل القارئ، فترك الكثير. فهذا دليل على تبحره رحمه الله في العلم، ودليل على مراعاة أيضا حال القارئ وحال المتلقي، أن العالم يرفق بطلابه ويرفق بالحاضرين ولا يطيل عليه، ويرفق بالقراء أيضا، لأنه لو طال الكتاب لما قرأه إلا القليل. أما إذا كان مختصرا ومركزا فإنه يقرأه الناس ويستفيدون منه. فهذا فيه دليل على مراعاة أحوال الذين يقرؤون الكتب، لأن تراعى أحوالهم ويتمشى معهم بالخطوات.